دكتور حضرتك وكل وليد، السادة المشاهدين. تحياتي لك. وقمة أو قمة الميثاق المالي العالمي الجديد، قمة هامة وتأتي في ظروف صعبة، ماذا عن هذه القمة من وجهة نظرك؟ طبعا احنا عندنا مشكلة بتضرب الاقتصاد العالمي في هذه المرحلة، مشكلة كبيرة متعلقة بهيكل الاقتصاد بصفة عامة، بهيكل التمويل. النظام الاقتصادي العالمي بيواجه صعوبات وتحديات منذ الأزمة العالمية في 2008. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مرارا وتكرارا، ووصل الامر بانه تحدث على منصه الامم المتحده، بان هذا النظام العالمي يحتاج الى تجديد ويحتاج الى تنظير. هذا الامر الذي تاخر تحقيقه بصوره ادت مع تداعيات كورونا وتداعيات الحرب الاوكرانيه الى ان يتطور النظام الاقتصادي العالمي بصوره عشوائيه. اليوم نحن في حاجه الى تطوير النظام الاقتصادي العالمي بصورة عادلة تسمح بمراعاة مقتضيات التنمية. عملية التمويل هي المحرك لعمليات النشاط الاقتصادي في العالم بالكامل. هذا التمويل إلى أين يتجه؟ بأي طريقة؟ وبأي سعر؟ وبأي آلية؟ هذه الأمور جميعها أتصور أن المنظومة العالمية للتمويل في هذه المرحلة لم تحقق أهدافها، لم يتم القضاء على الفقر، لم يتم تحقيق الوفرة من الغذاء، هناك مشكلات كثيرة لسلاسل الإمداد، لم تحقق التنمية بصورة كبيرة. قضية الحديث الكثير عن الاقتصاد الأخضر، نعم الاقتصاد الأخضر مطلوب والتمويلات الخضراء مطلوبة، ولكن أيضا البسطاء في العالم يحتاجون إلى تمويل مشروعات الغذاء، يحتاجون إلى الكثير من التمويلات العادلة. إفريقيا تحتاج إلى تمويل لإعادة اكتشاف ثرواتها. العالم يحتاج إلى آليات جديدة. كان هناك حديث عن عملية تطوير التمويل العالمي في قمة المناخ 27 في شرم الشيخ، وانطلاقا من شرم الشيخ كانت هناك مبادرة فرنسية بعقد قمة للوضع ميثاق للتمويل المستقبلي ولإعادة هيكلة عمليات التمويل المستقبلية في العالم من خلال اشتراك لرؤساء الحكومات ووضع للرؤى الحكومية، وأيضا تكون هناك رؤى لمؤسسات التمويل المتعددة المتخصصة في التمويلات المختلفة، بحيث يكون هناك إعادة تنسيق ما بين مبادرات التمويل للبحث عن تمويل مستقبلي أكثر عدالة وأكثر قدرة على التنمية. هذه القمة يأتي دورها في تبادل الرؤى، وأن يكون هناك رؤى مستقبلية ترسم المستقبل حتى لا تستمر صناعة المستقبل بصورة عشوائية. المطلوب هو صناعة مستقبل منظم أكثر عدالة، أكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة، يركز على احتياجات المواطنين ومتطلباتهم في كل دول العالم. كل هذه الأمور أمور مهمة. حديث السيد الرئيس اليوم هو حديث تأكيد على رغبة مصر في نظام تمويلي أكثر عدالة ومساواة، يراعي كافة الاعتبارات وكافة الأبعاد بصورة تحقق التنمية لكافة المواطنين في كل أنحاء العالم. لكن دكتور وليد، كما تحدثت عن التمويل، ورأينا الكثير من القرارات التي تدعو إلى تمويل الدول الفقيرة والدول المتضررة من الاقتصادات المتردية عالميا، إلى أي مدى أو كيف ترى تحقيق هذه القرارات على أرض الواقع، وحتى نرى صداها بالنسبة لنا أو للاقتصادات المتنامية؟ الواقع أن هذا القضية قضية صعبة جدا، لا يمكن أن ندعي أنها قضية سهلة. ففي ظل أسعار فائدة مرتفعة بيقودها الفيدرالي الأمريكي، بيكون هناك صعوبة كبيرة في الحصول على تمويل منخفض التكلفة. الدول النامية تحتاج إلى تمويل عادل منخفض التكلفة، وهذا الأمر أمر صعب جدا. أيضا مؤسسات التمويل التي تربط التمويل باعتبارات صعبة وبقيود إدارية صعبة وبمتطلبات صعبة، الأمور ليست سهلة. وما يتم طرحه في هذه القمة، على الرغم من صعوبة هذا القرار أو هذه القرارات، لكن نجد الكثير من قيادات دول العالم يتحدثون عن التمويل بكل أريحية وبكل سهولة. لا، هم بيتحدثوا عن الافكار بكل سهوله، وهذه القمه مطلوبه ومهمه جدا، لان ما ستطرحه القمه من مبادئ وافكار هي افكار تفاعليه ما بين الزعماء والقيادات السياسيه وما بين مؤسسات التمويل. القضيه صعبه، ولكن حلها في المتناول وحلها ممكن اذا تم تقارب وجهات النظر، وان لا يعتمد الجميع على القاء كره اللعب على الاخر. القضيه صعبه ولكنها
من الممكن حلها بالتعاون، ومن الممكن حلها على اعتبار أن التحديات الاقتصادية الحالية هي تحديات عالمية لن ينجو أحدا منفردا. من يتصور أن دولته يمكن أن تنجو منفردة فهو واهم، فالجميع لابد أن يتعاون من أجل نظام اقتصادي عادل ونظام تمويلي قادر على تحقيق التنمية المستدامة للجميع. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.